السلام عليكم، معاكم زابلير اياد. انا النهارده جايب لكم فيديو جديد عن لعبه روبلوكس في ماب باركور مع اختي ريم. ازيك يا ريم؟ الحمد لله. انت طبعا محترفه في باركور صح؟ طبعا. يلا خلينا نشوف خبراتك بقى. طبعا هنا بيقول لنا قبل لنا حاولوا تهربوا من محل الغسيل. اهو يلا. بص ايه رايك يا ريم ان احنا نعمل سباق؟ ماشي يلا بينا. ايوه اهرب من هنا. من فوق من فوق. يا سلام، يلا بينا. ايه ده؟ انا اتحنيت انا كمان. ايه الحظ اللي نزل ده؟ يلا بقى كانت تقريبا ولا ايه؟ خلص. اوها اوها. ايوه اهرب. الحمد لله. لا أنا شكلي أنا مهرب كلها. هنا عدي يا ربي. ولا إيه؟ يا رب عدي المرة دي. خد يلا. بسم الله يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب. أوه. أيوان. إيه؟ الحمد لله كويس. ماما كويس. وقعت تاني يا ربي. بصوا يا جماعة، أتمنى بقى إنكم تشتركوا في القناة، حتى هو بيقول لكم سبسكرايب وتفعيل إيه. تمام أنا سابق سابق يا سلام. استناني. لا طبعا. يا ربي يا ربي. تيتا تتحديني لو انا كسبت تديني مثلا 1 روبوكس او 5 روبوكس ولا لا؟ طب ليه؟ ما انا معيش خسارة. حتى انا معيش يعني. تخيلي بقى. انت ما عندكش غير التماشي كده بقى. ايه يعني كده؟ ايه ده؟ هي خلاص كلها بقى شغل مواسير. انت رحت فين يا عمو؟ 60 وقفه هنا كده. انت في الليفل كام؟ مش الرابع. مش عامل نص سؤال. لا في كام؟ ايه الكنس اللي بيقول انتوا قدها؟ انا في التاني. انت في الليفل التاني؟ ايوه بقيت في التالت. لا انا في الرابع. بقيت في التالت. انا في الرابع صح؟ ايوه انا بس الخامس. خسرت ولا ايه؟ انا عملت ده قريبه مني جدا. ايوه هجيلك ان شاء الله واسبقك. عشان انا بكتبه في الكومنتات وقولوا لها اسطوره الباركور. ده انا كسبت اي حد، حتى كسبت اخويا حمزه لما كان معايا قبل كده. انت رحت فين؟ انا عند من اول حاجه يا جماعه كده اخسر. تمام لازم اسابقه ولازم اكسبه. ووهو قولوا لها ان انا محترف الباركور. معلش معلش بس. ها؟
دي اصعب واحد. ايه ده يا لهوي؟ ايه ده؟ هو ده هو وطا وطا وطا. ايه اللجلجة دي؟ لا ما اقول لك ايه بقى، ما معرفش ايه الصعوبة. والله لحظتك انت جاية لك في الطريق. خلاص انا عاوز جوز انا فلوس. بص بقى، لو انت عايزين انا العب مع اختي مرة تانية وصل له المقطع ده 10 لايك 20 لايك يا شباب. يا رب يا جماعة، انا دخلت في بوابة اهي. تقول ايه؟ يا رب يا جماعة عجبكم الفيديو وتعملوا بقى لايك واشتراك. ماشي. ايه ده، انا فين؟ انا بغسلة. انت فين؟ انا مش شايفك خالص على فكرة. انا بغسلة. فين غسالة؟ غسالة اهي. ايه ده؟ جريمي. لا 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 لا، وقعت واتحبست. انسحبت. يلا نط. هوب 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 هوب. ايه الاستري يا عم انت؟ وانت احنا عمالين نهرب من محل الغسيل وانت تقول استري يا رب. يا الله يا الله. ابا فين اختي؟ الحمد لله. انت ما بقتش اسطوره زي ليه يا عم كده؟ يلا انت ما تتفلش كل شويه. شوية لو انتوا عايزين نلعب معاها جيراني والجيراني. جيراني ايه يا جماعة؟ ايه ده بيقول لي هيلو؟ لا جيراني كتير قوي. هتستري في كرافتي. هتستري في كرافتي يا عم. خد انزل الغسالة. لا انا كده اتغسلت. انا نضفت ولا لا؟ بيت كيوتي هو امور اهو. انا عدي على مواسيرك. انت لسه هنا؟ انت فين يا ترى؟ مش لقيت خالص. انا جوه الغساله. دخلت في يا ربي. انا دخلت في الاوه. ايه البرود ده؟ لا صعب قوي يا جماعه البتاع دي. بصوا يا شباب، لو هي طويله جدا. لا لا لا، قلنا بلا قلنا بلا. اوه تعبت والله كده كتير قوي. اوعوا تزهقوا يا جماعة. انا جدعان يا جماعة، احنا بنقدم اقوى محتوى في اليوتيوبر العربي. تتكلم ليه؟ تكلمش تاني. معلش انا برضه اول مرة العبها. ماشي يا سامي. لكن بقى كرات كتيرة بس في الاخر بتقع. مش قد الاسطورة. انا قلت انا اسطورة. سيب نفسك طبعا. تعمل ايه؟ مش نفسك بيحصل لي غير ايه؟ شجعوني يا جماعة. وين فيه؟ شجعوني. لا 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 لا. يا لهوي ده انا اخويا عمال يرخى معانا ويحط ايده جماعة. معلش. انت عامل كده في مخطر انت. طب شجعوني يا جماعة ونير اكسب. خلاص خلاص.
يلا بينا نعدي. ايه وصلت فين يا ريم؟ وصلت في انت لسه في الدور السابع وبس كده يا شباب. دي كانت حلقتنا النهارده. حاول يا جماعه ندور معلومه تاني يا جماعه. معلش او معلش بقى معلش يا رب. وبس كده يا شباب احنا وصلنا لنهايه الحلقه دلوقتي. اتمنى يكون الفيديو ده عجبكم. متنساناش بقى باللايك والسبسكرايب والشير والكومنت الحلو. ويلا سلام. هحاول اكمل ارجع لكم تاني وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد يا جماعه. يلا سلام.